وخلال مشاركته في أعمال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الرابع، قال وزير التجارة والصناعة طارق خميل إن الدولة تعمل على تطوير التنمية الصناعية وتقليل عجز الميزان التجاري، مشيرا إلى أن الدولة تعتزم طرح 15 مليون متر للمستثمرين لتشجيع المصنعين. المحاور العمل اللي احنا بنشتغل عليها هي التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة المتوسطة، تخفيض عجز الميزان التجاري والتدريب المهني والحوكمة. الأراضي يمكن الأسباب الأخرى احنا ما اتطرحتش في خلال السنوات السابقة بالشكل الكافي، أدت إلى ندرة الأراضي وأدت إلى ارتفاع ثمنها، وده جزء كبير من عائق النمو الصناعي، وده يمكن واحد من الأسباب اللي زق الناس إنها تتحول من الصناعة إلى التجارة. واحنا اللي أنا بعمله دلوقتي بالضبط هو العكس، احنا بنحول الناس من التجارة إلى التصنيع. طرحنا 16 مليون متر في خلال السنة ونص اللي فاتوا، ده بالمقارنة ب 9.5 مليون متر من 2007 ل 2015. السنة دي بإذن الله ما يتم طرحه هيكون حوالي 15 مليون متر، واحنا بدأنا في هذا الوقت ندخل معنا مطورين صناعيين بشكل جديد. كان هدفنا ان احنا ننزل أرض صناعية بثمن أقل من ثمن السوق، وده اللي حصل. يعني العاشر من رمضان مثلا الأرض الصناعية وصلت إلى حوالي 1100 جنيه، احنا نزلناها ب 540. أنا هدفنا كدولة أنا مش بتاجر في الأرض وأكسب من الأرض، أنا هكسب من الصناعة لما تكبر وتنمي، ده اللي احنا بنشتغل عليه. عندنا عشوائيات في الصناعة تراكمت على مدى سنين، حان الوقت إلى أن احنا نبتدي ننظف الكلام ده، مش بس من نواحي البيئية أو الاجتماعية، حتى من ناحية تطوير الصناعة.